بهذا المحور. والأستاذ مؤيد البدري قدم كل شيء للرياضة، الدور الذي لعبه الأستاذ على الرياح في تقديم أو جزء من رد الدين بمؤلفات خاصة عن مؤيد البدري. دور الرياضة ماذا قدمت لمؤيد البدري في سني الغربة، في سني المرض أستاذ علي؟ طبعا قدمت صفر من العطاء لمؤيد البدري، حتى أنا أشكل على كل الرموز أو الأقطاب الرياضية التي تقود في الوقت الحاضر أو حتى في عهد قريب، أشكل عليها تجاهلها تماما للأستاذ مؤيد البدري وتجاهل السؤال عنه. أنا كنت دائم التواصل معه وكان يسأل عن فلان وفلان وفلان. لا ننسى أنه الأسماء اللي تتصدر المشهد الرياضي الآن هي مرت يعني من تحت معطف مؤيد البدري، لاعبين، مدربين، كان هو أستاذهم، كان هو رئيس اتحاد، كان أمين عام لجنة أولمبية، كان رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، كان عضو اللجنة التنفيذية للفيفا، الاتحاد الدولي لكرة القدم، ممثلا لأكبر قارات العالم. هذا الـ يعني الموضوع في بين ليلة وضحاها أصبح مؤيد البدري نسيا منسيا، وطبعا هذا جزء حقيقة جزء مؤثر ومؤلم في نفس الأستاذ مؤيد البدري طبعاً. كان يعاني منه طبعا. أنا يعني سمعت قصص كثيرة حقيقة حول هذا الموضوع من الأستاذ مؤيد البدري ومن عائلته، يعني تدمي القلب حقيقة عن التجاهل. لكن ما الذي قدمه؟ قدمه صفر صفر في مقابل كل هذا العطاء الذي قدمه مؤيد البدري للعراق. حتى أنا تحدثت يعني حتى على مستوى مؤسسات، عندك وزارة الشباب، عندك لجنة أولمبية، غيرها، لم يكن هنالك أي سؤال، لم يكن حتى من باب إسقاط الفرض، يعني رجل لا يريد شيئا في يعني توالي العمر كما يقال، لكن حتى السؤال كان منعدم تماما، بخلنا عليه حتى بالسؤال. هذه مسألة دامية. وأن يعني حقيقة أنا يعني في يوم حزين وصعب علي وعلى كثير من العراقيين، لا أريد أن يعني أجرح مشاعر البعض بما كان يصل إلى الأستاذ البدري، وكان يعني شكله المديح أو شكله التكريم ولكن فيه إساءة. ربما هذه قصص سأتحدث عنها فيما بعد، ليس في هذا اليوم. أمر مؤلم حقيقة، وأنا في فمي ماء كما يقال، لا يمكن أن أتحدث عن هذا الأمر في هذا اليوم. لكن مؤيد البدري أسوة بكل الرموز، وهذه مسألة نعيدها دائما، عانى ما عانى من تجاهل في مقابل كل ما قدمه للعراق. البدري لم يكن